بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الناس انقسموا تجاه القرآن إلى طرفين ووسط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أدمنا قرآن غموامنا قل الجهتن üç tarafga, üç qismga bo'linib ketdi. Qism yahjur al-Qur'an. Birinchi qism Qur'onni butunlay tashlaydi. La qira'a. Ya o'qmaydi. Va la ma'rifat ma'ani. Ya ma'nilarini tushunmaydi. Va la amal. Ya amal qilmaydi. Va la tadawa bil-Qur'an. Ya Qur'on bilan shifo tilmaydi. Va la shay. Hech nima qilmaydi. Va qism bir qism ya qira'a al-Qur'an faqat bil-lisan. Qur'onni faqat o'zining tili bilan o'qiydi. La yafham minhu shay'an. Qur'ondan hech narsa tushunmaydi. Va qism vasat hum ahli sunna val jamaa. Ya'ni bir qism bo'lsa, o'tira holda turdi, bular bo'lsa ahli sunna val jamaa. Inshaalloh ya'ni yakum minhum. Alloh taoladan bizni shularning qatorini qilishni so'raymiz. Manhum? Kim ular? La bud an naqra fi kulli yawm. Nata'allam al-qira'a as-sahiha lil-Qur'an. Qur'onni har kun o'qishimiz kerak. Qur'onni to'g'ri o'qishni o'rganishimiz kerak. Na'rif ma'na hadhihi al-ayat. Ham shunda qila oyatlarning ma'nolarini bilishimiz kerak. نعمل بها أمل قلشمس كيرك نتداوى بالقرآن هم شو قرآننا قرآن لن شفات لشمس كيرك لا يمكن أننا لا نعرف قراءة الفاتحة مثلا فاتحة لن أخش نمو بالمساك بو بوميدو أهم سورة أم مهم سورة مش سورة ركن من أركان الصلاة نمازنا ركن لردن بالركن يعني لابد أن نتعلم القراءة الصحيحة للفاتحة ومعاني الفاتحة ونتدبر ونعمل بها شنو شن شكسز بس فاتحة قنقلب أقيمز قنقلب طغر أقيمز عشان أقيمز كريك كذلك بعض السور المهمة سورة الإخلاص الناس الفلق آية الكرسي هم شنو الله بعض بر مهم سورة أنا مو أقوب يطلب من لرنا بلشمز كريك وهذا سهل جدا الحمد لله الآن مع هذه الأجهزة عذر بناسلة أصام بقلبي. نعم. إذن العناية أكثر ما تكون بسورة الفاتحة. شنو شن عدم أم برنشي قيس سورة أهمية بردو لسنا سورة فاتحة أهمية بردو. نعم. نقرأ القرآن قراءة يومية. قرآن هاركنا وقش مسكرك. وتدبر ونظر في معاني هذه الآيات ونستعين بالله العمل. آيات لنا ما لنا بلب الله تعالى لنا أشوا آيات لقي أمل قلشنا سورش مسكرك. والله أعلم. الله يخشى بالجدور. نعم.